السلام عليكم، بونجور بونسوار، أزول فلاون، مرة أخرى ولينا معكم. دونك أولا نشكر كل الناس اللي بعثوني دي ميساج، كما قلت راني نقراهم ما نرجعش دائما، مي إن شاء الله يكون عندي الوقت نرجع عليهم. دونك شكرا لكل المتتبعين، شكرا للناس اللي قدموني توضيحات تو، لان هذا الاسباس هذا نتعلموا فيه و اي كيفه واحد يتعلم انا نتعلم هكذا حتى نوصلوا الى نتيجه ايجابيه. عندي واحد النقطه، واحد الاخت كما كنت نهضر على السياحه قالت لي باللي الالجيري ولا للدومين هذا تاع السياحه سي با ان دومين، يعني الالتيرناتيف على واش صرا مثلا كورونا بينت باللي السياحه سي با اون الترناتيف. انا نعرف الدومين هذا تري تري بيان، دونك على بالي واش كاين مثلا لي زوتيل كلش لي اجونس دو فواياج ترونسبور اي تو، دونك هذه السياسه كلها تتعاود، ولكن ما نشدوش مثلا صارت كورونا هذه وكل المجالات يعني كلش مغلوق اي تو، لان علاه كيفاه يتصدوا للمرض هذا كذا كيفاه يمشيتو. دونك ميم سي دير سياحه مي توجد روحك، الاسيره تاع لوتيل والاسيره تاع لي زوبيتو، توجد روحك مثلا كي يكون ان بانديمي كيما هذه لازم توجد روحك في بلادك. دونك ما لازمش تشوف باللي خلاص واش صرا مثلا في بلدان سياحيه وين كلش مغلوق كلش صافي دير الناس ما تقدرش تفواياجيتو، ماتوا من الجوع. هادوك الناس اليوم راهم يشكيو مثلا تونس، مثلا المغرب، مثلا دبي، مثلا تركيا، هادو كاع بلدان اللي عايشين بالتوريزم، شافوا باللي الضربه هذه تاع كورونا قتلتهم اكثر من البلدان الاخرى. ولكن توجور الواحد لازم يخمم، هذه سي حنايا بلد سياحي 100%، لو كان نشوف واش عندنا بالطاقة البشرية، البيئة، التضاريس، الجبال، الوديان، الواحات ايتو، دونك لازم ننفيستيو في هذا الدومان. هذا عندنا اشياء ما راهمش في بلدان العالم. دونك يا الاخت الكريمة اللي قالت لي مثلا على لي زوتيل ايتو، انا نعرف الدومان هذا تري تري بيان كما كنت في البلاد. دونك تكون ان الترناتيف، الناس عندنا دي زاجونس، عندنا لازم نديرو طيارات لي بوس اي تو، نديرو بوركوا با ان مطار كبير، لان المطارات تاع اوروبا ساتوري. دونك لازم الطيارات اللي يجوزو كاع من العالم لازم يحبطو في بلاصه. اوكي دونك حنايا للقدام نخمو باش نديرو مثلا في وسط الجزائر نديرو كيما نقولو ايروبور كبير، يجوزو كاع الطيارات من العالم يحبطو ثم. المهم هذا سيجي واحد اخر، مي لا روما كي قلت لك لازم حنايا كي نديرو مع بلد نجيبو معاه السلاح يعاوننا مثلا في اي مجال، نشري مع من عندك القمح، نشري من عندك دبابات ايتو، لازم نتعاونوا تبادل اقتصادي، هذا يعاونونا احنا نخدموا معاهم ايتو. وحنايا عندنا الطاقات البشريه اللي يخدموا، عندنا مثلا كما قلت لي زارتيزون، لي بيجوتي، لا باتيسري، الاكل، كلش يولي يمشي. اوكي لا فيديو هذه ان شاء الله نكمل كما القصيده هذيك تاع باينه تاع الناس اللي راهم يضربوا في الالجيري. ولكن اليوم شفت دي فيديو مقارنه بين ايت حمد الله يرحمه، قايد صالح الله يرحمه، بومدين الله يرحمه، مع عباد الرحمن الله يرحمه، لي ضات هذو يتلاصقوا. انا يا مثلا كمشاهد ما عشت والو لا بيريود هذه اللي كانوا كاع هما بالقوه تاعهم يخدموا ايتو،
جابونا البلاد هتو، اليوم رانا بلد مستقل. قال لي بيرسوناليتي هذيك غلطوا ولا ما غلطوش، شيتو داروا اشياء في كي كانوا قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال، على هنايا ندخل روحي ولا جينيراسيون هذه جديده ندخلها في مشاكل اللي صارت بكري. هناك مشاكل اللي دخلت للاستقلال لحدنا اليوم هكذا رانا نعيشوا المأساة هذه، نقدروا نهضروا عليها بدون بغض النظر على منين جاء البروبلم هذا. هناك اناس حنا قرينا عليهم كاع سيدي ماكيزار مجاهدين شو هذيتو، يخرج لك ان دوكيمون اليوم من لي زارشيف فرونسيز ولا اناس ما يهضروا يكتبوا دي ميموار، يقول لك هذا الانسان كان خاين. شافي واش قرات كاع نتايا يتبدل. انا يعني النصيحه اللي نقدم للشباب، رانا في 2020 قريب 2021، ما لازمش نطيحوا في هاد التفاهات هذه، عبان رمضان بومديان ايت حمديتو، مي نقدروا نناقضوا، نقدروا نقولوا مثلا انا البارح كي هضرت حنايا واش عندنا، حنا عندنا تقديس الشخصيات. الناس كاع راهي تضرب في بومديان في قايد صالحيتو، مي كي تهضر على ايت حمد يقول كيفاه تهضر على ايت حمد، الانسان هذا 17 سنه رفد سلاحيتو راح للجبل، ما قال لك حتى واحد باللي هذا الانسان هذا ماشي مجاهد، سي بيرسوناليتي بوليتيك انترناسيونال و هيستوريك، ما حتى واحد ما هضر على هذه الاشياء. راني نهضر لك باللي ما مسي يكون واحد بقمه الشجاعه، مي ممكن دار غلطات، كان شي ناس ماتوا بالغلط، كاين شي ناس هكذا. هذه هي الحرب، راك تحارب نتايا عدو خارجي، تشك هكذا في صاحبك يروح مسكين. دونك بصح اليوم راك بلد مستقل، عندك الشوا، عندك لا 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 الفريدم، عندك لا ليبرتي تهضر. اوكي ما تهضرش باللي واش صرا. انا مثلا كي قتلوا عبان رمضان ولا اين نعرفوا شكون قتلو وعلى بهنايتو، اسكو سا شونجري كلك شوز اليوم؟ نو، نعرفوا هذيك لانفورماسيون اي نمشيو لقدام، ايك باش البلاد هذه ما نوليوش الى الوراء. رانا عايشين اليوم، اليوم 2020 رانا عايشين في التسعينات. علاه؟ انا قلتكم الارماده هذه تاع الناس اللي عندهم المغاربيه الاوراس القنوات فيسبوك ايتو راهم جاهزين، معظمهم تلقاهم محلل سياسي ولا حقوق انسان ايتو، دار المنظمه عاونوه يجيب اللجوء ايتو، الشبكه هذه كاع نعاونك اليوم تجيب اللجوء، ندير لك بريه مثلا، انت تدير منظمه تجي للمغاربيه تجي الاوراس تهضر هكذا، تلقاهم كاع هذيك الشبكه العنكبوتيه كاع متصلين. راني نهضر اليوم على هذه المشكله هذه. اناس جميع عاشوا الارهاب، جميع عاشوا الاستقلال، جميع عاشوا اي حاجه، اوكي ولا الحرب، كي نقول الاستقلال كي خرجنا من 62 63 هذوك الناس تاع البارح، اليوم راهم يجريوا في طريق على اشياء جازد. هذوك الناس كاع مهما كانت الفروقات بيناتهم جابونا البلاد. اليوم واش رانا نشوفو هنايا، ما لازمش نوليو الى تقديس الشخصيات المعارضه ونضربو في الناس اللي كانوا مثلا في الدوله، كان اناس راحوا للدوله موالات عندهم مثلا يقول كان نروح مع الدوله باش نحمي بلادي، سي سون شوا، هذا هو لا بوزيسيون بوليتيك تاعو. بصح تلقى واحد معارض مقنع باللي بالمعارضه تاعو، انا نستعرف به، ماشي ولا البارح معارض يروح للاوراس يعرضوه مثلا مسكين واحد في الجبل ولا في المناطق الظل هذا جيرانه ما يعرفوش، ومن بعد غدوه من ذاك يخرج لامارش يحكموه يتصلوا به بالمغاربيه يولي محقق سياسي محلل سياسيته صحفي الكبير الاعلامي
الكاتبته. الحراك هذا خرجنا نوما خرجنا ليليت اللي عرفوا كيفاه يديو البلاد هذه الى بر الامان. راهي خرجنا اناس مساكن جامي يهضروا في بلادهم في المنطقه تاعهم، وناس ساكن جامي يهضر باش يعاون الكوميتي دو فيلاج ولا داخل في اسوسياسيون ما يعرف والو. ومن بعد ينطق هكذا واحد النهار تجبدوا المغاربيه يولي محلل سياسي كيف كيف كاع كيما راهم. انا قلت لكم الحاجه اللي ما عنديش انايا هي تقديس الاشخاص. نهضر على ايد حمد، نهضر على هذا، الناس قالت لي رفض السلع على 17 سنه ودار على بالي واش دار ايد حمد. وثانيا لازم نكريتيكيو اشياء اللي مازالنا رانا نعيشو المشكل تاعها، نكريتيكيو هذا. ولكن ما نخونوش انايا، ما نخونوش. راني نشوف مثلا هو المسار تاعو واش دار قبل 88، بعد 89، بعد 99 الى يومنا هذا. هذوك التلاميذ هذوك اتونسيون دخلنا في واحد، انا قلت لكم هذيك تاع 90ات 93 ولا 92، لو كان هو اللي يعرف لا بوليتيك احسن من الناس كاع اللي دخلوا للسياسه، يشوف باللي علي بالحاج قال لهم نرفض الكلاش ولا نروح بالديمقراطيه من بعد خلاص ما نزيدش نعاود تحبس الديمقراطيه. يقول له استنى يا انسان قبل ما يجي الانقلاب من العسكر بيناتهم الجبهات الثلاثه ياك يعني. هكذا يقول انا هذاك انس هذاك عبد الله انس اليوم الجبهات الثلاثه مهري واي تحمد دي شوفروني تاع لا بوليتيك خلاو علي بالحاج يقول كلام كيما هذا كلام ساقط. ومن بعد قال لك حنايا نحبوا لا ديموكراسي دخلنا لا ديموكراسي. لا لا يا خويا لا ديموكراسي كي تشوف واحد او يعفس على القانون هذاك تما تحبسو. لو كان جات فريمون يحبوا البلاد هذوك الناس يحبسو قبل ما يكون توقيف المسار الانتخابي. دونك واش داروا هما اليوم؟ راهم تزعزعوا اليوم القنوات كاع ما يهضروا على خالد نزار. خالد نزار اليوم رجع للبلاد ولينا كاع للتسعينات ما يهضروا. يعني شوف البغض، قال لك لو كان بقى في اسبانيا رانا نجري والمنظمات الناس اللي خرجوا من السجن يجتمعوا اليوم علاه باش يشوفوا كيفاه يطبعوه يروح لا كور بينال انترناسيونال باش يخلص. هما كي بداو بنزار كيفتحوا الدوسي على نزار، نزار هذا يجبد هذا يجبد هذا، بعد تولي مقاضاة الجيش لانه هو وزير الدفاع عطى سميتو الامر. ايه دونك اليوم الناس واش ما راهش تفهم. هذا عبد الله انس اليوم قال لك جراد ولابيان والسينا يهضروا اليوم يقول لك لازم الجبهه الداخليه تتحد لان هناك مؤامره على الجزائر. ومن بعد يقول لك هو قال لك يتحدوا على واش؟ عبد الله انس يقول يتحدوا على واش؟ الجبهه الداخليه كي تتحد على واش؟ ضد الحراك وضدها. ما هضرش باللي يقول لك اليوم خلي دوك التسعينات، اليوم او عندك البلدان حطوك اول ما اول بلد يطاكيوه كي تكون مثلا سايبر وور، اوكي الحرب هذا الالكترونيكيه هذه. الجزائر الاولى مستهدفه. ثانيا او جابوا لك الحرب الى ليبيا، او جابوا لك الحرب الى الصحراء، او جابوا لك الحرب الى المغرب، دوكا ميدورو على تونس. دوك نتايا اي جبال مالي على بالنا به. دوك اسكو هذو الناس هذو هضروا مثلا يقول لك باللي كي قلت لكم البارح في لا فيديو باللي الانسان الجزائري
هذو اللي راهم يجريوا للاتحاد الاوروبي. الانسان الجزائري ما يسواش قدام الاوروبي، يشوفوك باللي ذبانه. على مراه واحده حكموها الارهاب في مالي، طلقوها باطلاق سراح 200 ارهابي، مراه واحده تساوي 200 ارهابي، طلق 200 ارهابي في لافرونتيير الجيريان مع المالي، وزادت لهم 20 مليون دولار. صافي انا نطلق سراحك ونزيد لك باش تشري سلاح باش تاكل. دونك انتوما 200 واحد هذو اللي طلقنا من السجون الفرنسيه، استنى لوردر 200 واحد، اعطيك السلاح، اعطيتك الدراهم، استنى يخلصوا 200 2000 دولار الشهر. دونك هايك المالي باينه، هايك ليبيا باينه، يجيبوك مرتزقه مثلا من سوريا يحطوهم ثم راهم يستناو لوردر. تونس كما قلت عندنا مشاكل في لافرونتيير، مي ما على بالك واش يصرا غدوه في تونس. دونك هاي الجبهه اللي مازال زعما نقولوا ما يضربوناش ما نضربوهمش، دائما تصادم الحرب البارده، اليوم جابولك الارهاب الخليجي وجابولك الارهاب الصهيوني، هذا يضرب هذا يضرب. صافي ديك ما تقوليش باللي ما كاش تهديدات، ما تقوليش ما كاش تهديدات. عبد الله انس في التسعينات راح لافغانستان يفتخر في الفيديو تاعو القدم، يفتخر باللي راحوا باش يحاربوا افغانستان الاتحاد السوفيتي، قال لك حنايا نتفقوا مع ريغان، نتفقوا مع المخابرات الامريكيه، المخابرات السعوديه دخلت فيها، قطر دخلت فيها، تركيا دخلوا اليوم كاع. دونك كي تشوف هكذا بلدان كبيره راهي تعاون في بدراهم، اسكو هادي ستود مناس ولا لا؟ لا، اسكو دائما لازم تنوض الشعب تاعك؟ اتونسيون، كاين لي دومون تاع الخبز وكاين تكسر البلاد، كاين كيف تروح دوموندي الخبز هذا، كاين كيف تروح دوموندي الخدمه هذه. اسكو لازم تحل عينيك؟ انت عندك الانترنت اليوم، عندك لا بارابول، وعندك لي فيديو، عندك لي تيليفزيون، لازم تشوف باللي المشكله هذه ماشي مشكله جزائريه. حنا في الجزائر عندنا 40 مليون داخل البلاد، هنا في امريكا عندنا 40 مليون 48 مليون تحت سقف الفقر، 48 مليون كيما الجزائر. صافي لا بوبولاسيون تاع الجزائر في امريكا راهم عايشين تحت الفقر، تحت مستوى الفقر. دونك بهذا لا كريز هادي 14 مليون واحد، 14 مليون ما لقاوش الخدمه حتى وين يحلوا البيزنس تاعهم ايتو. دونك لازم انت تخمم تفكر باللي هذه المشكله ماشي فقط جزائريه. دونك حنايا واش صرا في الجزائر؟ دونك مثلا كريتيكيو العصابه، نقول له مثلا على ما دارش لانفستيسمون في هذه في هذه في هذه، دونك هذيك قضيه واحده اخرى. هذا كاع الملايين اللي جبنا، لو كان درنا دي زوبيتو، لو كان درنا اشياء، لازم كي تبني حاجه لازم تخرج دراهم، لازم تنتج. اليوم راني نشوف لاني باسي عطاو دراهم لونيام تاع تيزي وزو، اليوم خرجوا اون غريف. الشركه هذه فالسه، لان الدوله الاشتراكيه اعطي له 1200 مليار، اعطي له 1200 مليار، اعطي له 1200 مليار، باش على باش تخلص الخدامه. انت ما راكش تخدم، ميم سي يروحوا الخدامه يخدموا تو، بصح الماركتينغ هذاك البرودوي هذاك لازم يوصل يتباع. لازم انت تخمم ك انا كي نحط كنايا في الشركه البرودوي تاعك لازم يخرج، ماشي فقط تخدم ومن بعد تستوكيه، لازم تلقى مثلا حلول،
ماناجير والماركتينغ ايتو ولا ديريكسيون هذه كيتو يعاودوا يخمو يقول لك ايوا حلونا مثلا على موريتانيا ولا على مالي ولا على الدول الافريقيه ندي كاع البرودوي هذا اللي راه ستوكين نبيعو ثم. دونك ما يخموش هكذا، يروحوا لا غريف يغلقوا كلش يكسروا ايتو، ما يخموش باللي ميم لو سانديكا ما يلقاش الحلول، السانديكا تاع الماكله. دونك كي تلقى لا غريف وعندك سانديكا صافي سانديكا فاشل، وراهي كيما نقولوا المهمه تاع السانديكا هذا او فاشل. دونك انا كي هضرت البال على الشخصيات هذو ما رانيش في مكان وين مثلا نقول له باللي خاين هذاك الانسان يتو اللي مات يتو شخصيه كبيره يتو. انا قلت لكم دار واحد الحاجه ماشي مليحه رانا نخلصوها اليوم، الانفصال هذا تاع فرحه مهني ماشي انفصال تاع فرحه مهني ماشي ليدي تاعو جد بمراحل. دونك لو كان ما كاش الاوائل هذو اللي هما عندهم كيما نقولوا يد خلفيه فرنسيه راهي تتبع فيهم. دونك واحد مثلا قال لي علاه ما هضرش باللي البعث تو. دونك لازم تفهم باللي حنايا كيفاه بدينا باشياء اليوم ضرتنا. انا قلت لكم الشعب الجزائري يدير له مثلا هذه في التربيه تاعنا يدير لك واحد الخير هكذا شويه 10% دائما كي تشوفوا لازم ترجع له الخير هكذا. دونك هادو العرب هادو وقفوا معانا لان هذوك البلدان هذيك ممسي الدول الاستقلال تاعهم لان سيدي بروتوكتوره تاع الانجليز داو كاع الحكم تاعهم قسموهم عطاو لهم الحكم تاعهم سو لا بروتيكسيون تاع لانجلتير. دونك واللي خذاو الاستقلال من فرنسا لان حتى واحد ما حارب عليه عاونوهم كاع ضد العثمانيين استقلوا انديريكتوم عطاو لهم الاستقلال مثل الهند السعوديه كاع البلدان سنغافوره كاع هذوك البلدان عطاو لهم لانجلتير الاستقلال ولاو بلدان اي لانجلتير هي اللي خرجت. اليوم لقينا كاع هذوك البلدان خرجوا من الاستعمار عاونونا. دونك عاودنا لا تايلاند عاودنا لا الصين عاودنا لا كيما نقولوا لا يوغوسلافي عاونونا لي راساس ايتو. دونك اليوم شدينا بالناس اللي عاونونا بزاف وعندنا دي ديليغاسيون بعثوهم من القاهره الى سوريا الى طرابلس. دونك هذه وحده. ثانيا لو كان لي فرونسي ما طغوش على كميشه تاع القبائل يقولوا لهم انتم احسن وافضل من الشعب هذا علاه باش ينوضوا جهة معينة في البلاد الجزائر هي بلاد القبائل يقولوا لهم انتم مختلفين انتم تهضروا لغة مختلفة ايتو وحنايا نعرفوا الفرنسي نعرفوا الانجلي نعرفوا ايتو صافي دير الخاصية هذه بلي نتعلموا بزاف لي لونغ عندك اتصال مباشر مع لي فرونسي. دونك من جهة هذاك العرب يشوفك بلي راك تتصل وتهضر مع الفرونسي يتوسوس. من الجهه الاخرى لي فرونسي هذو كان يستعملوك يقول لك انت تعرف الفرونسي انت احسن منهم لازم تدي البي تاعك وحدك منا هما جاوا من الشام طاف طاف طاف. دونك بداو يتوسوسوا منا توسويس منا توسويس ومن بعد الناس اللي حكموا من بعد بومدين ولا بن بلا. دونك الصلاه هذه تاع المغرب جابوا مساعدات من مصر جابوا مساعدة جبل عبد الناصر وحسني مبارك كان بيلوت جاو الى الصحراء الجزائريه عاونونا بالطائرات تاعهم
دونك حنايا الخير لازم نرجعوه، كيفاه نرجعوا الخير؟ شدينا معاهم، ايا جيبونا لي زونسينيون سي دي باليستينيان، جيبونا دي زونسينيون سي دي مصريين، دي ايجيبسيان، دونك ومن بعد دي سيريان. كي جاو كاع هادو ومن بعد زرعوا هذاك زعما العربية يتول الثورة يتول المقاومة والبعث يتول. من جهة أخرى أو عندك أناس تاع جمعيات العلماء المسلمين خافوا باللي هذو الناس تاع القبائل ينوضوا بالهوية وال مثلا يدخلوا من المسيحية، دونك اتجهوا العربية والدين، العربية والدين تلاصقوا. صافي عندك النظام الجزائري بن بلة مع بومدين، عندك كاع هذو اللي جاو من البعث جابونا العربية، وعندك جمعية العلماء اللي طغوا على الدين وعلى اللغة ثاني. دونك تلقى مسكين القبايلي هذاك نحاوه من لا ديسيزيون ومن بعد منبوذ من هذيك الخطرة. دونك تلقى مام في لاسومبلي كونستيتيونت هما خرجوا كاع القبايل كاع لا ماجوريتي هاي ليك. دونك ما نشوفوش باللي بومدين هو اللي دارها ديريكتومون، هناك عوامل بيان سور بومدين يكره هذوك الناس ومن بعد استغلوا كاع الفرصه من هذيك الخطره من 63 والنظام الحالي كان يغذي في التربيه الاسلاميه والعربيه هذوك الناس. هذوك الناس عندهم عقيده تاع تاع بكري تاع ماسينيسا تاع الاوثانيتو، دونك خلقوا واحد لا جينيراسيون تكره الفرنسيه تكره العرب القبائليه تكره عليك سافو دير. هذوك المومو هذاك ما تصرفناش مع مليح معاه، تصلنا مع العربيه ايتو من بعد الى 89 الى التسعينات، التسعينات على بالكم وسرا. نولي الى الانقلاب هذا تاع عبد الله انس، هو يستعرض بعظمه لسانه يقول لك انايا رحنا كشبان نقاوموا العراق الافغانستاني دو، ومن بعد ولاو بالجلباب تاعهم الافغاني الى الجزائر. ثم يقول لك بلي كي كنا نهضروا مع الحكومه مع النظام يقول لك ما راناش الغول يخوف، يعني هذا الزروال كان يخوف الشعب بهذا الاشياء اللي جاتنا من برا. قالك حنا جزائريين، وين انت جزائري؟ رحت تعلمت في افغانستان وجبني لهنا بالقندوره باش تقتل اناس كيما نتايا يشهدوا بالله والرسول، وتقول لينا اليوم تقول لي بلي حنا يا جزائريين؟ يا جزائري اللي رفع السلاح، اللي رفع السلاح ضد بلادو ستالين ميدكاع، اوكي ما يوليش جزائري. دونك هذا على هذا الجيش رفع السلاح. دونك انتوما رحتوا لافغانستان وليتوا رفضتوا السلاح في الجيري، وعندكم هذه الحسيفه بين النفيس والاخرين تو خلقتوا الجيعه هذه كاع الناس يعرفوها. بصح اليوم مثلا كي نهضروا عنا جراد يقول لك لازم الجبهه الداخليه تتحد، وانتوما واش تقولوا هذوك لي بارتي الاحزاب المجهريه اللي راه يتعاون مثلا الغوفرنمون اليوم في الوقت الحالي راكم تضربوا في الناس هذو، علاه مثلا بدلوا الفيستا ولا كانوا مع بوتفليقه ولا مع تبونيتو؟ كاين شي اناس الوجود تاعهم في المرحله هذه السياسيه واجب يكون عنده حزب، ما عندوش بزاف الغاشي بصح يتكلم باسم الحزب باش نجوزوا الى مرحله اخرى. وقال جات عندنا نحيا جدهم كاع، بصح رانا نسحقوهم في المرحله هذه كي يهدر واحد باسم الحزب. دونك لان العالم راه يشوف يقول لك احزاب
دونك هذه لا فيديو الاولى نديرها في الثانيه.